بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. اليوم الثلاثاء 31/12/2019، اليوم الأخير في سنة 2019. بكرة الأربعاء اليوم الأول في سنة 2020. بالمناسبة نقول للكل كل عام وانتم بخير. نتأمل إنه السنة القادمة تكون سنة خير وبركة على الجميع. اليوم بدي أحكي قصة قريبة إلي كثير، بعتذر يعني سلفا، لأنه عادة الإنسان لسانه بحق نفسه قصير. أنا موجود بالضبط على تقاطع الطرق بين حرفيش عن طريق خلت صفد لفوق جبل عدافر. هون الشارع الرئيسي، شارع الشمال، على اليمين الطريق لسعسع لصفد للمطلي، على الشمال الطريق لشلومي لراس النقورة، وبالضبط قبالنا نقدر نقول لبنان. طقس اليوم غائم والرؤية شوي غير واضحة، أما بالضبط أنا موجود على مفرق مهم مصلبة بسموها، اللي فيها تقاطع للطرق. هاي المنطقة هون كانت قبل 1948 مثل بوابة بين إسرائيل فلسطين ولبنان، وإكثار اللي كانوا بدي نروح على لبنان يقطعوا طريق حرفيش، وبالعكس اللي بدي يرجعوا من لبنان يرجعوا كمان عن طريق حرفيش. حرفيش قلنا قريبة على لبنان، وكان في علاقات بين حرفيش وبين القرى اللبنانية، ومعروف انه يوم الخميس كان في سوق لكل منطقة بنت جبيل. وعلى هذا الاساس بعض الناس من حرفيش كانوا يطلعوا على السوق يبيعوا يشتروا يقايضوا ويرجعوا على البلد. برجع للقصة اللي بدي احكيها. في مقولة في حرفيش صار عمرها حوالي 80 سنة، بقولوا عن الإنسان الصادق، الإنسان المستقيم، الإنسان الدغري، الإنسان القلبه طيب، الإنسان اللي ما بيحكي كل إشي، يعني بقر في كل إشي، بعيد عن الاحتيال، بعيد عن الخداع، إنسان عن الشكل. من قله بقولوا له بحرفيش 5 ليرات في اللفة، على أساس إنه يبجلوا في طريقه وفي الاستقامة تبعته. منين هاي المقولة؟ المقولة هاي قلنا عقب حادثة اللي صارت في هاي المنطقة قبل حوالي 80 سنة أكثر أقل. قال انه المرحوم الوالد راح مع جماعة من حرفيش على بنت جبيل، وكل واحد حضر حاله معه شوية مصاري على اساس قلنا يشتري اشياء ويروح على البلد ويبيع ويطلع له قرشين للمعيشة. تنسوش انه احوال المعيشة كانت صعبة، الناس اعتاشت على الزراعة ورعاية المواشي وبعض الاعمال الحرة. في يوم من الأيام طالعين هني بساعة ليل على بنت جبيل على أساس يوصلوا على السوق دغشي مثل ما بيقولوا، وثلاثة أربعة من حرفيش اعترضتهم في هاي المنطقة مجموعة من قطاع الطرق واستقوهم يعني كثير وسلحوهم المصاري اللي معهم، يمكن أهنون في الكلمات في اللطمات يعني، وتركوهم وشأنهم، والعصابة هاي راحت مبسوطة، والأربعة خمسة قلنا
صديق ما كانش موفق ليلتها ورجعوا على البلد كل واحد حامل الإهانة تبعته والخسارة اللي صارت. أما رجعوا يعني سلمين. اللي صار في المجموعة هاي إنه قطاع الطرق اللي العصابة هاي طلبت من أهالي البلد كل واحد يعطيهم يطلع في المصاري اللي معه بالأشياء اللي معه، وإلا سيهان سيضرب ويتعرض للإهانات. يقال إنه صار في كر وفر بين المجموعة وأهل البلد وقسم من أهل البلد اللي كانوا ما كانوش يعني مستعدين إن يقروا في الأشياء اللي معهم. تعرضوا للضرب والإهانة، بينما الوالد مع نفسه يعني قال أنا على الجهتين بدي أخسر كل إشي معي، تعال أقول لهم بالضبط إيش معي لربما إنه يعفو عني أو ما يضربونيش. يعني الوالد كان معه مبلغ زهيد من المصاري 5 ليرات يومتها، قر فيهم وقال لهم أنا معي 5 ليرات تحكوش معي. وهذا اللي صار. بعد ما رجعوا على القرية طلع الخبر إنه أهالي المجموعة من حرفيش تعرضت للإهانة على يد قطاع الطرق، وصار في إشاعات كثيرة على اليمين، صار في إشاعات كثيرة على اليمين وعلى اليسار، وقال وقلنا ناس يعني تضحك على المجموعة هاي، ناس تقول لها الله بيعوض والحمد لله على السلامة. وطلعت مثل يعني قصة انه فلان حكى عن الوالد قرر كل شيء وقبل اعطاهم الوصيات بدون اي اهانة بدون اي كلمة. قسم من الناس لقى بهذا التصرف تصرف ابي وبيدل على اباء وعلى كرامة وعلى استقامة، قسم لقى فيه ضعف واستهزاء. اللي بدي اقوله اشي ثاني انه بعد 3 4 ايام اهلي ابوي وامي رايحين على ارضاتهم في موقع بخوخ عريض النحلة في الجهة الجنوبية الشرقية من حرفيش، وهني وماشيين على الطريق انا سمعت من امي الله يرحمها سعيد ندى حسن الحسين الصلاه، امي قالت لي بالحرف الواحد يما احنا ماشيين على المصرب على الطريق، المصرب هذا يعني بسموه مصرب ابو مهنا، مرحوم ابو مهنا بكل تواضع جدي اللي كان يعني يشتغل في الأرض في الفلاحة، أنا بذكر إنه توفى 68 كنت يومتها بصف الثامن وكان عمره فوق 100 سنة. برجع لشو قالت لي أمي، قالت لي يما إحنا وماشيين مع الدابة على مصرب المصرب لقينا على الأرض 7 قطع معدنية كانت تبرق قبال الشمس، لمناهم طلعوا 7 ليرات بالضبط. ساعتها انبسطوا أهلي
وقالوا سبحان الله، خسرنا 5 ليرات والله تعالى عوض علينا 7 ليرات. هاي القصة باختصار، قصة 5 ليرات في اللفة، علمتنا اشي، بتعلمنا انه ما في مثل الاستقامة، وما في مثل الدوري، وما في مثل الصراحة، وعند الله تعالى بيروحش اشي. شكرا لكم، ونلتقي ان شاء الله في محل ثاني.